إذن نحن التنسيقية الوطني الموظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادات في هذا الشكل النضالي التصعيدي الذي يأتي في إطار الإضراب الوطني الذي دخلنا فيه يوم 2 ديسمبر 2019 واللي كان عبارة عن أسبوع ونحن الآن في الأسبوع الثاني ونحن اليوم في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني اللي هو عبارة كان من المفروض تكون مسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية توجه صوب البرلمان وتختتم باعتصام ومبيت أمام البرلمان. للأسف الشديد المسيرة منعت وكان تهديد بالقمع وتم إحضار مختلف الآليات القمعية بشكل رهيب أمام مقر الوزارة التربية الوطنية وتم تطويقنا ومحاصرتنا ومنعنا من التقدم في مسيرة نحو البرلمان. نحن بحكم أننا أساتذة سلميون وشي ماشي نقولوه اليوم حضاريون قلنا وأكدنا بأننا ما جيناش لهنا باش نتواجهوا مع القمع أو من أجل الاحتكاك أو من أجل التدافع، جينا من أجل ملف عادل تتعلق بالترقية وشغل الإطار. كمبادرة منا قمنا بإلغاء المسيرة وتحولنا مباشرة أمام مقر البرلمان. إذا اليوم نحن هنا صامدون ومستمرون في المعتصم ديالنا أمام البرلمان كما تلاحظوا جميعا بشكل سلمي حضاري مسؤول. نبتغي من خلال الشكل هذا توجيه رسالة للوزارة بأننا رغم كل ما تعرضنا له من قمع وتنكيل ورغم ما تقوم به الوزارة اليوم من إجراءات تعسفية في حقنا وإخضاعنا تعسفا لمسطرة ترك الوظيفة التي تهم الأساتذة المتغيبين، نحن نقول بأننا مضربون. رغم كل هذه الممارسات والإجراءات الإدارية البالية اليوم الأساتذة بحضورهم بحضور نوعي، هناك اليوم مجموعة من الأساتذة القادمون من مختلف مناطق المغرب ونؤكد بأنه يعني عازمون على خوض أشكال نضالية تصعيدية. كما قلت اليوم من بعد ما خضنا محطات نضالية طيلت الأسبوع الأول والبارحة تعرضنا للقمع الممنهج والمقصود والذي خلف إصابة 6 أساتذة نقلوا جميعهم إلى المستشفى. هذا الأشكال القمع اللي تعرضنا له اللي كنا من خلاله يعني تنظم مسيرة الحفات، اليوم نحن قلت ننظم مبيت ليلي أمام البرلمان. وغادي نقول رغم ما تنلاحظوا تنشوفوا أن هناك إحضار مختلف الأجهزة القمعية لفض هذا المعتصم، نقول بأننا ما غاديش نمتاتلو ما دام أن هذا المعتصم ديالنا هو سلمي حضاري مسؤول، وأعلننا سابقا على أن هذا الشكل ديالنا هو سلمي وغنستمروا في الشكل ديالنا وما غاديش نتأطروا بكل هذا التطويق وبهذه الأساليب الترهيبية التخويفية. إذا الشكل ديالنا مستمر بالأشكال النضالية التصعيدية وسوف لن نبرح الشارع والرباط إلا بتحقيق جميع مطالبنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها حق الترقية وشغل الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.